النهارده ذكرى رحيل الفنانه والنجمه الكبيره فايزه احمد كروان الشرق. محطات فنيه كتيره في تاريخ اجمل اصوات الغنى في الوطن العربي، واللي سابت بصمه واضحه واغاني مميزه. تحل اليوم ذكرى رحيل المطربة فايزة أحمد التي رحلت في 21 من سبتمبر عام 1983 بعد أن قدمت عشرات الأغاني العالقة في أذهان الناس، وجاءت من موطنها الأصلي سوريا إلى مصر في عام 1957، وحصلت على الجنسية المصرية بعد ذلك واعتمدت في الإذاعة المصرية. مرت حياة الفنانة فايزة أحمد بالعديد من الأحداث، وعانت كثيراً خلال مسيرتها الفنية وحياتها الزوجية، لكنها تركت سجلاً حافلاً من أجمل الأغاني بما يزيد عن 300 أغنية. كانت حياة فايزة أحمد مليئة بالمفاجآت، ولا يعلم البعض أنها تزوجت من الموسيقار محمد سلطان بعد أن طلبت يده بنفسها ليكون هو حب عمرها، وتزوجت من الموسيقار محمد سلطان في عام 1964 رغم أنها تزوجت من قبله مرتين. كان اللقاء الأول بين الموجي وفايزة أحمد حينما سافرت إلى القاهرة وتقدمت للإذاعة المصرية، وقدمها الإذاعي صلاح زكي في أغنية من ألحان محمد محسن. ثم التقت الموسيقار الراحل محمد الموجي وتعاملت خلال مشوارها مع عدد كبير من الملحنين، منهم كمال الطويل ومحمود الشريف وبليغ حمدي، لكن الموجي كان مميزاً في صنع نجوميتها ومشوارها الفني. ومن أبرز أعمالها يما القمر على الباب وبيت العز وأنا قلبي ليك ميال ويا تمر حنة. وأعجب بصوتها عدد من النجوم، منها كوكب الشرق أم كلثوم التي قالت إنها الصوت النسائي الوحيد الذي تسمعه بنشوة، وهو صوت فايزة أحمد. كما وصفه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بصوت الكريستال المكسور، وقال عنها رياض الصنباطي أحلى من ينطق حرف الحاء في العالم، ولقبها الشاعر كامل الشناوي بكروان الشرق. وقد أصيبت فايزة أحمد بمرض سرطان الثدي، وكان آخر إنسان ودعت به الحياة هو زوجها الموسيقار محمد سلطان، حيث كان في طريقه إلى المستشفى.